السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة وصفانيت. كنتمنى فيديو اليوم يلقاكم وأنتم في أحسن حال. إذا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ما تنسوش تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الخبيزات أو الخبز كيجيو رائعين، هشاش روعة كالقطن ومقرمشين من الخارج. يعني من الخارج كنحصلوا على القرمشه بحال الخبز اللي كيتباع جاهز تماما. نتمنى انكم تجربوهم، غادي ينالوا اعجابكم 100% باذن الله. غادي نوريكم الان اولا تسمعوا معايا القرمشه كيفاش كيجيو. شوفوا ما شاء الله ملي كنخرجوهم من الفرن كيجيو رائعين بحال اللي كيتباعوا من الداخل كالقطن. فعلا غادي يعجبكم 100%. تحضروهم سواء يعني تناولوا بهم وجبات او لا، ممكن تناولوه غير هكاك كما ممكن تعملوه كخبز للساندويتش، فراه كيجي رائع جدا وهشيش وخفيف. على بركة الله في واحد الاناء كنعملو 3 كؤوس من دقيق القمح صلب الفينو. الكاس كيوزن 150 ملل في السوائل، وبالنسبه للدقيق كيوزن لنا 100 غرام. دائما كنغربلوه وغنضيفو الان ماء مغلي كما كتلاحظوا معايا. شوفوا البخار كيتصاعد، كنضيفو 2.5 كأس من الماء المغلي. هنايا علاش كنضيفو الماء المغلي؟ كما كنعرفوا داك الفينو اولا السميد ناعم جدا، الا عملتوه مباشره كيجي صلب، لكن الا عملتوه في الماء المغلي راه كيجي رائع جدا وما كتحسوش نهائيا ان الخبز فيه السميد اولا الفينو. هنايا كنخلطو جيدا جيدا، كنعجنوه وكنخليوه حتى كيدفى يعني ما يبقاش لينا ساخن. كنضيفو معلقه كبيره من السكر، ثم كنضيفو ملعقه صغيره من الملح، ثم غادي نضيفو ملعقة من خميرة الخبز. هنايا عملت ملعقة ممسوحة لأن الجو ساخن. من بعد غادي نضيفو الجبن، غادي تعملو من قطعتين إلى 4 قطع على حسب اللي بغيتو. الجبن كيعطي فيه كيخليه يجي هشيش أكثر من الداخل، وكذلك الطعم ديالو كيجي رائع رائع، أفضل من اللي كيتباع جاهز. عندنا ملعقة كبيرة من الزبدة، دائما يستحسن تكون درجة حرارة المطبخ. ومن بعد كنحتاجو واحد الملعقه صغيره من خميره الحلويات البيكين باودر، نصف كيس تقريبا. انا غنعمل هكا غير عيني ميزاني، غناخذ نصف الكيس. ومن بعد غادي نجيبو واحد الملعقه خشبيه وغادي نبقاو نحركو جيدا هاد العناصر مع بعضها حتى كتنسجم كلها مع بعضها. هنايا هاد الملعقه الخشبيه كنضغطو على الجبن ونضغطو على الزبده. ممكن تعملو العجانه الكهربائيه، ممكن تعجنو باليد ديالكم. الا عجنتو باليد غيكون افضل، غادي تحكمو في المكونات جيدا وتدمجوهم بسرعه. من بعد غادي نبداو باضافه الدقيق الابيض، اولا يستحسن تعملوا الخاص بالحلويات. انا عملت هنايا كاس الاول والثاني وغادي نعدم الكاس الثالث، يعني في المجموع كنحتاجوا 3 كؤوس. المهم نتوما غتحتاجوا من 2.5 كأس الى 3 كؤوس على حساب الامتصاص ديال الدقيق اللي عملته. هنايا كما لاحظتوا معايا غادي ضفت 2 كأس ودمجتهم ملعقه خشبيه. من بعد غادي نستمر بالعجن باليد ديالي، غادي نضيف الكاس المتبقي اللي هو 3 كؤوس، وغادي نبقاو نعجنو هكا حتى كندخلو الدقيق في هاد العجينه. كما قلت لكم راه كيجي الخبز رائع، ما كتحسوش نهائيا ان فيه الفينو، فراه كيجي رائع وكيجي رطب ما شاء الله. هنايا بعد ما دخلنا الدقيق كتحصلوا على عجينه بهاد الشكل، كنغطيوها بلاستيك غذائي وكنخليوها تختمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها بالنسبه للمده، راه على حسب الجو. هنايا بما ان الجو ساخن فراه ما غاديش تاخذ منا وقت طويل وغادي تختمر بسرعه. وبعد ما اختمرات كنزولوا البلاستيك الغذائي وغادي نستخرجوا منها الهواء. هنايا كما كتلاحظوا معايا هنا راه ما خدات منيش واحد الوقت طويل، فقط نصف ساعه لان الجو ساخن جدا، مهم نخليوها تختمر مزيان باش يجيونا رطبين ومهوين. كنستخرجوا منها الهواء وكنجيبوا الصفيحه ديال الفرن كندهنوها بالزيت، اولا تفرشوا ورق الطبخ، انا حتى ورق الطبخ كندهنوه بالزيت الاحتياط فقط الا كان النوع ماشي جيد باش ما يلصقهم ليناش، خصوصا اننا غنعملوهم في الماء. على بركه الله كنجيو الان
كنجيبوه للعجينه كنبداو نقسموها. نتوما غتقسموا على حساب الحجم ديال الخبز قداش بغيتوه، واش بغيتو خبزات صغارين اولا كبارين، راه كيبقى لكم الاختيار. انا هنا غادي نعمل تقريبا 8 ديال الوحدات اولا 8 ديال القطع ديال الخبز، كنشكلوهم هكا بشكل دائري بالمساعده ديال السميده الرقيقه اولا الفينو. انا راني عملت الفينو اللي هو عباره عن سميد ناعم جدا جدا. هنايا كان هكا كنشكلوهم كنوضعوهم جانبا دائما بمساعده ديال الدقيق القمح الصلب اولا الدقيق الاصفر. من بعد كنجيب واحد الانيه كنعملوا فيها الماء، الماء العادي من الصنبوره ولا من مهم عادي بدرجه حراره المطبخ، ومن بعد كنضيفوا ولا كنعملوا الوجه ديالهم في هاد الفينو او الدقيق الاصفر او الدقيق القمح الصلب. هاد الخطوه كتبقى اختياري، ما بغيتوش عملوهم في الماء ورشوا عليهم الدقيق، هذاك الماء اللي عملنا هو اللي كيعطينا ديك القرمشه اللي كتجي في الاعلى. بغيتوهم ما يجوش مقرمشين فما تعملوش الماء، يعني عملوهم مباشره وضعوهم مباشره، لكن ديك القرمشه راه كتجي رائعه جدا جدا لانها كتكون غير في الفوق ديالهم، اما في الداخل راه كيكونوا كالقطن. بنفس الطريقه غادي نستمروا حتى نكملوا كل كميه. ومن بعد غادي نجيو وغادي نبداو هكا نبسطوهم على هذا الشكل، نبسطوهم راه غادي يزيدوا ينتفخوا ويختمروا، غادي يزيدوا ينتفخوا كذلك في الفرن. هنايا كنبسطوهم يعني كنبسطهم مباشره في الصفيحه ديال الفرن، ونحاولوا نبعدوا بيناتهم شويه لانهم غادي يزيدوا ينتفخوا من بعد، يعني نخليو مسافه شويه بيناتهم. هنا الا التصقت وحده حدا وحده غير في واحد الجانب ماشي مشكل. من بعد غادي نغطيوهم ونخليوهم يختمروا لواحد المده ديال 10 دقائق تقريبا. ها هما ملي كنطلو كنلقاوهم بهذا الشكل، يعني كيضاعف الحجم ديالهم كينتفخوا. كنجيبوا واحد شفرات حلاقه ولا سكين، انا غادي نكتفي غير بالسكين. هنايا السكين ما كانش حاد، وغادي نبدلو وعملت واحد السكين اخر اللي يكون حاد باش يجينا هكا مزيان. كما شفتوا راه كنقادو غير ولا كنقطعو غير بالراس ديال السكين. من بعد كندخلوهم الفرن ساخن من قبل جدا، يكون ساخن جيدا سواء فرن كهربائي ولا غازي. بالنسبه للفرن الغازي غتعملوا درجه حراره متوسطه، فرن كهربائي غتسخنوه على 200 درجه مئويه. بعد ما كيسخن غادي تدخلوهم، بعد ما يبانوا لكم بداو كينتفخوا نزلوا درجه حراره الفرن 160 درجه مئويه وخليوهم يتحمروا على خاطرهم. طبعا كنعملوا النار من الاسفل حتى يتحمروا من الاسفل، من بعد كنحمروهم من الاعلى. وإلا عندكم المروحة عملوا النار من الأسفل والأعلى في نفس الوقت وشغلوا المروحة. هنايا سمعوا معايا القرمشة، شفتوا ما شاء الله، يعني راهم مقمشين غير من الخارج، أما الداخل راهم قطن. نتمنى فعلا تجربوهم غادي يعجبوكم 100%. غادي تشوفوا معايا الآن كيفاش كيجوا من الداخل، راه كيجوا رطبين، يصلحوا للساندويتشات، يصلحوا للفطور ولا الكوتي، فهادو غادي يغنيوكم عن شراء الخبز الجاهز. كنشكركم على حسن المتابعه وكنقول لكم شكرا لكم بزاف. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام.